مساء الخير. بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافية العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص يرغبوا بالتملك بلبنان ما قالوا إلا يتابعونا، خليكن معنا. Escape Residential Compound كاشف على منطقة ترميلة، مؤلف من 70 فيلا وبيمتد على مساحة أرض 30,000 متر مربع. موقعه بعيد 20 دقيقة عن بيروت، مع أكسس سهل بعيد دقيقة من الطريق العام، وقريب من المطار وأهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. قسم من الفيلاز دوبلكس مساحتهم بين 180 و 300 متر مربع، وقسم تريبلكس مع انترنال اليفيتور مساحتهم بين 360 و 450 متر مربع، بالإضافة لروف مع تراس بكل فيلا. مودرن ديزاين بالعمار، وأكثر من 55% خضار وغاردن داخل المشروع. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة مأمنة، مول تجاري، جيم وسبا، جيت كوميونيتي وسيكوريتي، واثنين لأربع باركينج لكل فيلا. من أهم المواصفات دبل وولز ودبل جليزينج، تجهيز اي سي وسولار سيستم، كهرباء ومي 24/24، يوروبيان باثروم ستايلز وسانيتوري، بالإضافة لبرايفت جاردن بكل فيلا مع تجهيز لسويمينج بول حسب الطلب. اسكيب مشروع فيلل أندر كونستراكشن بعيد 700 متر عن البحر وكاشف على سي فيو ما بينحجب. 25 فيلا من أصل 70 بعدهم أفيلابل للبيع، وكل فيلا خاصة ومستقلة. أما التسليم ابتداء من 2018. تسهيلات مميزة للدفع وتقسيط 25 سنة بأقل من 1% فايدة، وستارتنج برايس 300,000 دولار. لين ريزيدنس 89 بروجكت سكني خاص بجدرة جنوب لبنان داخل جيت الكوميونيتي، بعيد 20 دقيقة عن بيروت وخمس دقائق عن صيدا، وقريب من أهم الجامعات والمراكز التجارية. مؤلف من 13 بلوك، وكل بلوك من 3 طوابق وست شقق. مساحة الشقق 145 متر مربع مع 3 بدروم، صالون ودايننج. 78 أبارتمنت بالمشروع وخدمات عديدة مأمنة، بالإضافة لجيم وسوبر ماركت. من أهم المواصفات برايفت جنريترز، سيكوريتي مأمنة، جاردنز ومساحات خضراء داخل المشروع. لين ريزيدنس 2 مشروع جاهز للسكن وكاشف على فيو بحر ما بينحجب، أبارتمنت بمساحات صغيرة ومدروسة وباركينج مأمن. تسهيلات للدفع مأمنة من البنك وستارتينج 900 دولار المتر. جيتد كوميونيتي للسكن بمنطقة نيو دوحة، على بعد دقائق من طريق عام خلدة. بيمتد على مساحة أرض 75,000 متر مربع وكاشف على فيو بحر وجبل من أي نقطة. مؤلف المشروع من 10 بلوكس للسكن، بالإضافة لمركز تجاري مساحته 2500 متر مربع للبيع. مساحة السامبلكس بين 75/113 و200 متر وفوق، أما البنت هاوسز بيتميزوا بتراس وأوتدور بول، والمساحات بين 400 و700 متر مربع. كل تاور عنده 2 إليفيترز، مدخل خاص، سيكوريتي، أندرغراوند وغراوند فلور باركينج، بالإضافة لستارج. كلاب هاوس بمواصفات عالمية، بيتضمن جيم، اندور بول ولاونجز وإيفنت فانيو. أما بالخارج، أوتدور بول، تنس وباسكتبول كورت، ومساحة خضراء وبلاي جراوند. سنترال وهيتينج اي سي وسانيتري ورخام وسيراميك أوروبية بداخل الأبارتمنت.
سكاي تاورز بروجكت سكني ضخم وهاي اند بنيو دوحة على بعد 7 دقائق من المطار و13 دقيقة من وسط بيروت. موقعه على التلة كاشف على بانوراميك فيو ما بينحجب. ستارتنج برايس 1500 دولار بالمتر لفترة محدودة. أوتو تاور سكني موقعه استراتيجي بالحمرة قريب من أهم المراكز التجارية، مؤلف من 14 طابق وشقتين بالطابق. مساحة كل أبارتمنت 220 متر مربع، مكونة من 3 بادرومز وحدة ماستر، صالون وداينينج مع 4 باثرومز وميدز روم. 4 أندرغراوند فلورز مخصصين لاثنين باركينج لكل شقة بالإضافة لستارج روم. سبيسيفيكيشنز عالية بالعمار، رخام أوروبي، هاي أند كيتشنز وباثرومز، حمرة 202 هاي أند تاور جاهز للسكن ببرايم لوكيشن كاشف على المدينة. 23 من أصل 28 شقة أفيلبل للبيع. عجلتون سان جورج بروجكت فرز أراضي للسكن بيمتد على مساحة أرض 46665 متر مربع، موقعه بعجلتون على ارتفاع 700 متر من سطح البحر وطقس معتدل بالصيف والشتاء. جيتد بروجكت آمن مع مدخل خاص وطرقات ومساحات خضراء داخلية بالإضافة لبلاي جراوند وأمفي ثياتر. مشروع إيكو فريندلي ومصمم بشكل مدروس وبعيد دقائق عن الطريق الرئيسي. مساحة الأراضي للبيع داخل المشروع 2000 متر مربع وما فوق، والمميز إمكانية المالك من اختيار عدد الفيلاز المتراوحة بين 1 و 3 يلي بيريد إنشائها داخل أرضه مع الالتزام بالمعايير المشتركة المعتمدة. عجلتون سان جورج ريزيدنشال بروجكت ببرايم لوكيشن، موقعه بين البحر ومراكز التزلج وقريب من أهم المراكز الطبية والترفيهية والتجارية بالمنطقة. أما التسليم بأواخر 2018. أشار التقرير العقاري الأسبوعي إلى مزايا القابضة إلى أن الفترة القادمة رح تشهد دخول آلاف الوحدات العقارية السكنية من مختلف الفئات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بظل إشارة البيانات المتداولة إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية قيد الإنشاء بالدول الخليجية بتتجاوز 3 تريليون دولار. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كثيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكم بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وتراسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم يظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا بتحضروها على mtv.com.lv/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على موعد.